انت اللي واش ما حشمتيش بها ما مسحيتيش وحي ودابا انا باهي وانت جبت سوقي. السلام عليكم حبابي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير. والله الا سمحوا لي بزاف، دابا 4 ايام بقيت حطيت مع شي ظروف. المهم اليوم فيديو جديد وبرانك جديد في عتمه. راكم عارفين ان برانكاتي مشحرين، وهاد فيديو البنات مشحر. وما تنساوليش ملي لايك، راكم عارفين اني كتفرحوني ملي كديروا لي لي لايك، راه تشجيع هذاك باش حتى القناه ديالي تطلع وباش حتى الفيديو يطلع. تعاونوا معنا يعني في الدعم ديالكم، الله يجازيكم بخير. المهم الى اول مره يشوف القناه ديالنا ما ينساش يتابونا. والله الا توحشكم بزاف، توحشت الكاميرا نتصور والله العظيم، وباقيين شي فيديوهات واعرين البنات من غير هذا. ولكن هذا خطير 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 خطير، يعني واحد البرانك اللي الله يلطف والله يحفظ والله يدوز هاد النار بخير. وحق الله البنات راكم عارفين ان لي برانك ديالي. اليوم قلت لكم غندير برانك في عتمان. دابا كان الصباح فاق ومشى للسوق، مشى يتقدا، خاصه ني شي تقاديه وداك الشيء. وهاد البرانك درا يومين باش دايره ليه بلان. التليفون عندي كان خاسر، مهرس ليا الجاجه من القدام، ولا دابا انا كنتصور غير من الكاميرا اللورينيه. البارح قلت ليه رديته عند المعلم، واحد السيد هنايا حدانا، قلت ليه رديتو باش يصاوبوا ليا، ويا ربي تسمح ليا انا ما ديتوش، راه هو اللي باش كنصور به باش انا ندير فيه برانك بيه. غادي نشد الكاميرا غنشدها غنحطها في القنت ديال ديك الكانو اللي كنصور بها حتى هي، باش حتى هو باش ما يعيقش. مهم، والتليفون ديالو شديتو ليه من البارح، هو عندي دايره فيه الواتساب وكلشي. يعني هاد البرانك ما غيخطر لي لا على بالو لا على بالكم نتوما، يعني خطير. عرفتي شنو هي خطير؟ بداو الفيديو من الاول حتى الاخر وغادي تفهموا. الصراحه واعر واعر واعر. الله يلطف صافي. وحق الله بعد الخطره كطيح لي شي افكار جهنميه والله. واش غندير؟ خاصني انا مادام هو دار فيا برينك ديك النهار خاصني نشحر مع هاد المره. المهم متزوش لي لايك مزيان، لي لايك لي لايك لي لايك البنات، وشي كومونتات زوينين باش تحفزوني. والله الا كيعجبني الحال ملي كنقرا التعاليق ديالكم، وشكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم هنا اللي خطيكم. المهم ضروري خصني نجاوب واحد السيده، سمحوا لي ضروري نجاوبها. المهم واحد السيده كانت قالت لي كتعاملي مع راجلك، حيتاش كان دار فيا البرانك ديال ملي هضر على الوالده والواليد وداك الشيء من دارنا، قالت لي كتعاملي معاه خايب. على شوفي اختي، راه ضروري غنتعامل معاه، ماشي هو هذاك، لان راه الوالدين هادوك، راه الوالدين، راه اللي ما عنده غير على والديه راه غيمشي يموت. وخرج لي راه دريويش ولا عمر لي الدار، وما عمرنا يعني الوالدين دارنا وداك الشيء، يعني وقع شي هي ما كاينش شي دار وما خطاها المشاكل، ولكن الوالدين ديما خط احمر، ديما خط احمر. شوفي غير هو الا مشيت انا هضرت على والدي راه غينوضي غوات وهادي وهادي، فهمتوا كيفاش؟ هادشي اللي كاين، ما خصكمش تديروا الفكر ضروري انا خصني انا اللي ضر لي على والدي راه بحال ضرني في عينيا صراحه. وراه هذا هو المعقول؟ والله انا يا يكون راجلي يعني خايب وكيعير لي والدي، والله حتى منقولش لكم اش غندير لي انا، راه انا زوينه وخايبه، ولكن خايبه الا كان غادي يديرني يمرضني في القلب ديالي، سيرتو مع عائلتي مع الوالده. وتصوري انتيا واقف راجلك هكا وكيعير لك في والديك، ما غتصبريش لي، راه دم الدم، سيرتو الدم ديالك اللي كان سخون. انا ما نكذبش عليك، نشد نشتف عليه الصراحه، هذه الصراحه هي هذا البنات. الله راه الوالدين حاجه حاجه مقدسه. المهم هذه قلت الله يجي نجاوبها. المهم انا كاين شي واحد انا من هنا كتبوا لي في الكومونتيرات وقول لي الا عير راجلك الا عير لك والديك اش غديري لي؟ يلا قولي لي من هنا، اكتبيها لي في الكومونتير. وانت انت الا عيرت لك المراه ديالك والديك اش غادي دير؟ راه مصبحه عليه على الصباح، يا مره نصبح ليه بالليل مع الفجر، ودابا مصبحه ليه مع النبوري مع الصبحيه. المهم يلا انتم معايا. المهم انا خليت الكاميرا دايزه حتى يجي، ما بقى فين يجي، شي شويه وغيجي. عرفتي شحال وانا هي قاعده كنتسنى، وعرفتي تعطل ام الفا كاع يتعطل بحال ما عرفت مين الخضره، ما عرفت مين غيجي يجيبها، يجيبها من تايوان. المهم
الزبل اللي هنا ما حيديش زيد قاسم مع معولي على هذوك اللي هنا جي فين الزبل فين الزبل دار بلا ما شبيح حطوش من هنا فين الزبل شطب شطب وحطوش من هنا فين الزبل انا شكون اللي تما شي مين كبرت فيها كيفاش باقي ما درت والو ورا انت اللي تعطلتي مشيتي قعدتي في السوق بحال مشيتي لطايوان جبتي الخضره انت اللي مشيتي تعطلتي وداك الدر اش يجي ياكل دابا صافي تسنى غير ما يتغدى انا اصلا طالع ليا الزعف الهم لك حال تا هو يصبحنا على الله كيفاش طالع خلاص هذاك البرانك اللي درتي جبت لينا غير الصداع الهم لك حل ديال هذاك البرانك كيفاش شنو البرانك عاوتاني شنو تخربقي البرانك اللي درتي فيا مالو شنو البرانك كيفاش شنو البرانك نهار اللي كنتي جبتي مي كتشوف فيك ما كتشوف فيك جبتي ليا السطع مع الوالدة والوالي ما يلا تفرجوا في فيديو ما عجبهمش كيفاش وما عجبهمش الفيديو وتقلقوا وزاد الوالده قالت لك طلع عليهم الدم قالوا لي محيه قول لي محيه من القناه عاودي شنو جبتي من الاول عاودي قلت لي قالوا لي محي الفيديو ما عجبهمش الحال كيفاش ما عجبهم الحال من ناحيه شنو الحال وقالوا لك عمرك بقيتي تعتب عندهم قشي عندهم شنو ما تبقاش فشي عندهم قال لك ما عرفتش انا يا ما والله ما فهمت اش كتخرب خيتي تي تقولي غير شي جمله مفيده ما فهمت والو براك ببراك ما بقاش تجي عندهم تيقولي غير وتي هضر غير مجدد غير هذاك اش كتقولي قال لك هذاك البرانك ما بقى وشكون بعدا شكون مي مال امك مالها والوالد قال لك هذاك البرانك ما خاصوش يدير ما بغاوكش تهضر عليهم بحقك كيفاش علاش نجلت انا علاش جزات ما واش قلت انايا يا كي درناه وقبل يلا شافوا وما عجبهمش وجبت لي معاه مع الصداع طال لي الزعف والله كيفاش الصداع ما فهمت والو عندك لي في التليفون ابل بقى مجمع معاها ولي تقول لي شوفي بنيتي بحق قالت لي قول هذاك الراجل عندك يعطينا بطيقه بحق بحق قول هذاك الراجل عندك بحق قالت لي قول لي عندنا بطيقه بعد الا بغيتي قول لي الا بغيتي يدير شي برانك يديروا شي واحد اخر ماشي يديروا فينا حنا وهذاك البرانك قالت لك سيروا قالت لي نسيروا محوه حيدوه من لاشين مشيتي دابا تشاد فيا ولا كتهضري ولا شادش فيك علاش غنشد فيك هذيك الكاميرا واش كتدير شي برانك دابا شنو واش كتخافي دابا برانك انت ماما شنو شي كاميرا شتينا خاوي انت درنيت على انا تليفوني فينا هو ياك ديتو عند المعلم ايه وشاد لك تليفونك دايره فيه الواتساب وريني باش غنصور واش كتهضري برجليا دراج بغيت نصور برجليا واش كتهضري اه كنهضر نيتي راه الصداع اللي وقع راه قدو قداش وخويا تا هو يا يغوت تما قالت لك كاسر عليهم دنيا علاش تيجبدني علاش هادي واش مصيبه كحله ما جبتني في جبت شنو مصيبه كحله في جبت خوك كاريته في جبت انا خوك انا انت وتي هاد لي غيتي نضرب ياك بحال ما كنتي مصمكه وتي قولها جمله مفيده انا لي دابا هادو مختلفين دابا لا انا ما مصدومه راه انا اش قالوا لك اش قالوا لك ما عجبوش البرانك ما قالك لك ما يمديش ليا الهضره بقى راه فرق بين واحد ما عجبوش شي حاجه وفرق بين بنادم تيخرج من العيب ماشي حاجه يقول لي الهضره اللي تقالت وما تخبي لي الله يرحمك والو ما فيش الضحك كيفاش ما نخبي لك والو قلت لي شنو قال الهضره اللي دازت قالت لك علاش تيدير علينا برانك اها زيدي صافي لا حد قول سمعتي الهضره ماشي هي اللي زيدي شنو اخر قالت لي مادام هو كيهضر ديك الهضره اسيدي ما يبقاش كاع يجي عندنا لا انت لا هو جمعتني حتى انا انا كنجمع في حوايجي نمشي غير يومين نمشي عنده غير نطيب ليهم خاطرهم والله تعصبت هذا دابا كتجبد لينا غير بلا ما بان لك انت مع البرينك درتي فيهم ومال ودرتي عارف شي وحده شنو تحمقي انت دابا ولا مالك واش دابا حنا درناه وانت شتيه وقادينا في المونتاج وتفرجتي فيه كامل علاش لحناه وانت ما مالكي وانا مالي
كاين وكاين سميتو ودير ما كاينش حتى في هذا الموقف. علاش انا حطيتك واش علاش تخدخر على ديك الزبل ديالك؟ على بلاتي على كيفاش حطيتك في هذا الموقف ما فهمتش. واش انت مضروب في راسك ولا مالكي؟ كيفاش مضروب في راسك؟ اي انت ما موريتيش لي ما درتش لها وقلتي لها راه اش كاين كاين وكاين وكاين. ما قلتليهاش لا اش بنقول لها انا اش بنقول لها؟ ايه قبل ما تقولي عارفه انا ما غايقولو انا عارفه ما غايقولو حتى شي حاجه. ملي حتي هذيك الساعه ملي سميتو صايبتيه قولي لها قولي لها اش كاين قولي لها انك صاحبك بصح قولي لها غير كنضحكو وانت تاع حتي قاوت عندي راه عارفاك راه برانك ولكن قالت لك ما ديرش عليا انا برانك. لو بغيتي دير شي برانك حط لي وسير دير شي برانك شي حد. والله شتي انت وحق الله العظيم انت انت في البلا راه ماشي من هما. كيفاش انا اللي في البلا؟ لا انا في البلا. انت شتي بغيتي تشد من عندك على قناه هو الاخر الخاوي انت كاع بحال هذيك الزبر كاع بحال انت كاع من القناه كاع بحال ولا ديال ويلك انا ما تعرفش علاش انا في هذا واش انا اللي في الفالطه راه انت اللي فيك الفالطه ما بالك غا هما درتي عليهم بران دير شي حاجه. شوف شوف المره كيف انت تسالي اه مالي انا هي شغلي زين انت دابا كتقول لي ما بقيتي دير عليهم ولكن انت كملت في الاخر قلت لك راه قلت لك بران واش انت حمقى ما تحمقيش ولا شنو؟ سمعك اش قالت؟ نسمعك ما انا بلاتي ما تسمعيني ما تسمعيني من الزمر انا صيفط لي حتى اوديو وات سمعتهم قبيله هادو هما تاهما اللي ضروني تاهما في خاطري اللي سمعوا الزوم سمع واش واش قال اش قال اخوك مالو ثاني مالو؟ قال لك على الكاميرا ديتها الصباح جبت ليها الصداع ما الصداع يصدق على انت جبت لك الصداع انت وانا علاش جبت لك انايا انا عيطت انا جي ندمت قال لك علاش جيت كاع جبت لكم انا وي امي مصيبه كحال هذه وراه عباد الله راه بان غير ضحك غير تفليا وزيدوا انت ما انت ما على انت ما هضرتش لها قلتي لها قلتي لها تفرجت فيا ولا ما تفرجت فيا؟ تفرجوا فيه كامل. لا ما تفرجت كنت تفرجت فيه كامل قالت لك هضره قالت لك قالت لك حسسني في راسي اولي في عمره هو جا عندي وبقيت كنشوف واش غندير انا؟ علاش ما عمرها تحط لها شي موقف لا وعلى علاش غندير معاها انا؟ علاش غندير معاها انا؟ علاش غندير معاها انا؟ امك تفهمي بها ولكن اش قرا لي الدنيا الهضره هذه اللي ما تجيش. يا ولد انت براسك سر كيفاش عندهم؟ قالت لك ما تجيش ما تجيش. قالت لك ما بقاش يجي عندي الدار. والله العظيم ما شتي وحق الله تيري منك 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 الزمر كي انت كاع عصبتيني كاع. والله انت اللي انت اللي منك كلشي انت اللي كمل البلا. كيفاش فيا؟ علاش علاش انت تخلينا ما تعرفيش تلقي الموقف تقول لها لا براش كاين وكاين وكاين تهضري بها. واش انت 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 عندك شي عقل ولا مالكي؟ ومن هضرت معاها؟ راه دويت معاها؟ ولا فراسها فراسها راه دويت معاها اش بغيت نقول؟ مش فراسة محي محي قالت لي ما يهضرش علينا واه هي ما بغاتكش تهضر عليا واخا واخا برانك واخا برانك شتي وحق الله لا اله الا الله انا زين راه قولي واش رجعتي ليا كلشي اللي هو معايا انا لا سمحتي لي انت اللي درتي فالطه انت اللي ودي شحال من بنت مخيلة انت اللي تحمل المسؤوليه انا مش ماما وصلني ماما هذا الشكل هذا بغات تخلينا دابا نديرو على والو سمع الاوديو وات ها انت سمع اش جبت السلام عليكم دابا عشر بس غنتصل بسالك شوفي عفاكيتي ولا زمان هذاك المقلب اللي دار اللي دار فيك انا تفرجت فيه وشتو وعلاش حنا تيجبدنا دابا سمعت عليهم بنيك حنا شبينا وبينو يجبدنا ما نجبدو اها سمع الاخر زيد عرفتي هاد الكلمه
سيري الله يمسحك. سيري الله يمسخك يا راجل، واش غنقول لك؟ سمع الله يمسخك. شوف عتبان، آخر مرة ضرب على ناري ما بقيتيش توصلها، ما بقيتيش تجي عندي. لا لا سمعتي، علاش أنا ما بيني وبينك حتى شي حاجة، وأصلا ما بيني وبينك والو. دابا حنا كاع صمت غير شي حاجة. كاين اللي يجرحني ويجرحني ولادي وفي شي حاجة. ولا تقولي نسمع منه شي هضرة هكاك، راه ما عندي ما ندير به. أنا حطيت لك ناري ما نسخاش لك. ولكن في نفس الوقت أنا خايبة. باش تقول لي انا راه واش دايره فيك مقلب مقلبه باش غنديرو تليفوني عند المعلم واسمع بعدا الاوديو مات انت راه عرفتي فمك راه لا اله الا الله محمد رسول الله علاش كنتي ما ديرش مقلب سيره وسيدي دير مقلب باش ما عجبك ما عجبك والله انت الجنيه وحق الله راه ماشي ودابا لا 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 اسمع على شغلي انت كتقول لي لا ما نصدقش واسمع قال لك ماشي مشكل الا درتو مقالب في بعضياتكم في عباد الله وحنا ما يفوتنا احنا ويعطينا بالطيقه ما يديروا فينا مقالب يعطينا بالطيقه هما هكا دايرين سبحان الله العظيم ماشي حنا والله ما وحق الله العظيم هذا باش تيهم القضيه حنا والله ما عندنا زهر وحق الله العظيم شوف العائلات الاخرين كيما عاونوا بعضياتهم اشوف هذاك اش كنتفرج غير فيه كيبقى فيه الحال حنا دابا درنا جوج كلمات وزيدوا نقول واحد القضيه لا 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 انا امك وباك انا ما نهضرش معاهم نقول لك انت غتمشي تهضري معاهم انا نقول لك ليكي وانا راه انا ما بغيتش يدخلوني لا علاش ما بغيتش يدخلوش مارتي قالوا لي ما تجيش عندي لا تتواجهي معاهم هذه فهاد المسائل هذه انا ما غاتواجهش يا خويا دابا هي شي نقول لك امك ما تقربش راه ضداني مش انا قالوا لي قالت انا قالت لي في التليفون وانت لو سرك بامك انت ياش انت اقسم بالله سرك شوف كنت انا امك وباك نجي نشوف عليك وحق الله العظيم لانك انت منك كلشي هادشي ما كتشوفش دابا اللوم عليها راك صحاب السين انا شارحه ليهم وزيدوا انا كي قلت لهم في المقلب سمحوا لي عائله رجاء كذا كذا هما قالوا لي لا هما ما بغاوكش دير فيهم مقلب ما تجبدهمش في الفيديو هما قالوها ما ديرش فينا مقالب كيفاش شوف وقع شوفي الناس شوفي الناس كيديروا بخير داروا والديهم كيعاونهم خوتهم كيعاونهم حنا الله يستر ما عندنا زهر شوف الله يستر درنا شي حاجه الله يستر كينوض على الرخت على والو على الخبر خير تبارك الله عليك الاخرين كي دايرين انا مثلا انا ما نلومش لاكم انا ما غنلومش انا ما غنهضرش غير دابا باش انت ما تكونش بحال من قلوبه بحال يعني انت غير عجبك الحال الا مشيت درت بقلب في ماماك وخوتك ولكن انت تقول سميتو غنفسر ليها بحال دابا انا بحال دابا انا اللي درت مقلب في ماما ولا في خوتي اخي نمشي نفسر ليها نهضر بها نقول لها انت واش كاين ممكن هي راه هي اصلا كتعرف هذا الشيء شي واحد كيدخل يوتيوب ما تعرفش المقاليد وراه ما تعجبهمش شحال قالت لك لا هي ما عجبهاش شحال قالت لك حيتاش نتايا قلتي ديك الكلمه باش كنمشي عندها وكتبقى دير فيا عاود شوف فيا ما عجبهاش واش غندير ليها انا واش غندير ليها انا وبنادم واش غندير وراه كيمكن لك وراه انت يمكن لك ما عرفتيش تفسري ليها بل البشر كي داير شتي حنا والله ما عندنا الزهر والله ما عندنا الزهر وحق الله العظيم ما حتى شي واحد لا الله استغفر الله العظيم ما عندنا الزهر لا في الخدمه لا الزهر ما عندنا الزهر لا في البشر ما عندنا الزهر في هذه المدينه السعيده كل شيء تفو الزهر بصي لعندو شوف بصي لعندو فهميها راه انا ما غنمشيش انا راه في هذه الحاله ما كنمشي طالعين الزمر على على والو اش كضحكي اش كضحكي اش كضحكي تو والله بالله بالشر راجل
وداني الشيطان الرجيم. خلاص ما كتحملوا بيهم. وقتي حنا كنا مطفرينو. وانتي دابا اش كضحكي؟ كنا مطفرينو، ماشي كنا مطفرينو ما تهمش سميتو هضرة هضرة بنادم. واش واش ندن ندن اش ندن 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 خصك فيا واش كتضحكي؟ دابا علاش كضحكي علاش؟ اش كضحكي علاش؟ واش كتصوري كتزمري درب؟ ما فهمتش اش كضحكي علاش علاش؟ اش كضحكي؟ اش كضحكي؟ انت متاكد راه بوب امي قالت لا لا كيفاش نقول للناس انا سمعتها قلت لي متاكد من امي شوفي انت امك اش قالت لي ندير فيك برانك راه مخشي للكاميرا التليفون مخشي وسط الحوايج راه حوايج خرجتيها مني فو خرجتيها مني ودري ضربتيني وانا درتيني واه انا جاتني غريبه يعود بالله من الشيطان الرجيم يعود بالله من الشيطان كتصوري شنو نقول لك مقلب ديال البوناني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مقلب البوناني كي جاكم مويا بليكات ليكات وهو هذا اللي سمعتي دابا اتفق انا وماما قلت لها هرج قولي وش قولي وش قولي دابا متفقه متفقه واش هاد تعلم دير فيا مقلب اييه كي تراو تراجلتا كي تراو جلتا بمك وافقت تهضر تهضر في الاوديو هاكا تحشم مسكينه ودابا كي ترا دابا العجيب هو حتى كي تخيبتي عاود تسمع الاوديوات جات الصدمه صاعقه اسمع اسمع وكتهضر بجديه بجديه ما نعسش والان بعد الدعاء وغد الدعاء فضل الله يرحم الوالدين وعطينا بالتيسع واه شي واحد هو المهم سمحوا لي لا لا سمحوا دابا المشكله دابا بلاتي ودابا واخا السيده انت متفقين وانت هضرتي كتخلع بحال بحال معقوله سمعوا 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 الاولى سمعوا السلام عليكم دايره واش لاباس دايره بصح لاباس عليك شوفي عفا بنتي قول الاثمان هذاك المقلب اللي دار فيك انا تفرجت فيه وشتو سخنت لي لا لا صافي مابقاش كيما نسمعو وتسمع معنا ولانه فهمتيني راه والله العظيم زعما هاد الخطرة هاد المهم يلا سيرو بالسلام عليكم باش ما يجيش الفيديو طويل يلا مطمح عليكم لايكات 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 وضروري كتبوا لينا في الكومنتات كي جاكم هاد الفيديو زعما لا زعما شوف مشحر مشحر لا زعما شوف هرس ليا كاس هرس ليا كاس هرس ليا كاس هرس ليا كاس وراه مك مستحيل مك تخرج لعيب بهذاك الشيء الاول والاب ديالك راه مستحيل وخا سبحان الله ماشي وخا شي وقع الناس مرزين وكذا باش زعما تصدمت انا تصدمت خطير شنتي مك خرج اكثر منك تحيه لي تحيه للعيب راجع يلا بسلام يلا بسلام عليكم الى فيديو ما جاي ان شاء الله يسجل بعد يسجل